سنكون سعداء اليوم لاستقبال الطلبة بطبيعة الحال. أولهم غادي نستقبلوا السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل لمناقشة موضوع راهيني وموضوع المواطنة والشباب، أي آفاق في ظل ظروف محلية ودولية يطبعها بعض الريبة وبعض الشك، ولكن كما قلنا سابقا يبقى الأمل في الشباب وفي هذا اليوم لنستخرج الخلاصات والمضامين، خاصة من ما جاء في منطوق الدستور الجديد، إصلاح الدستوري ل 2011، والذي تكلم على انخراط الشباب في العمل الجمعوي وفي البناء الديمقراطي لدولة الحق والقانون ودولة المؤسسات، خاصة أن النظام المغربي من بين ركائزه الديمقراطية التشاركية، الديمقراطية التمثيلية. لا يمكن أن تقوم أي قائمة لأي دولة وأي مجتمع بدون شبابه، إذن الشباب هم ركيزة من ركائز المجتمع. وكما قلت، هذا اليوم سنكون سعداء باستقبال السيد الوزير الذي ربما صال وجال في وهو شاب بطبيعة الحال، وهذا يسعدنا، ولديه من الحنكة ومن التجربة لكي يشاركنا أفكاره، وبطبيعة الحال نتساءل معه ونستخرج بعض الأفكار لغد أفضل. دائما نطمح لغد أفضل ونحن سعداء بالحضور الكريم. شكرا. تعرفوا بأن قطاع وزارة الشباب والثقافة والتواصل بالطبع الطلبة اللي نتلقوا معهم اليوم هم معنيين بطريقة مباشرة بمجموعة ديال السياسات العمومية، وأعتقد بأن من المطالب أو المتطلبات ديال المغاربة هو يكون واحد التواصل مباشر معهم. إذا فيما كتكون عندنا فرصة باش يكون واحد اللقاءات بطريقة مباشرة إلا ونستغلوها باش نتواصلوا معهم، باش نجاوبوا مع التساؤلات ديالهم. وفي الحقيقة كل جيل خصنا نعطيو حقه، لأن ولو كنعتبروا بنا بعض الأفكار يعني كل 3 سنين 4 سنين عامين كترجع، ولكن راه كل جيل فاش كيدير عنده حقه باش يناقش أفكاره، لأن يمكن الأفكار تكون هي ولكن كيتغيروا في واحد الجوانب صغيرة، لأن كل جيل عنده طريقة ديال الرؤيه ديالو حول المجال السياسي والمجال ديال المواطنه، يعني مرتبطه بالتغيرات اليوميه اللي كنعيشوها، حتى التطور ديال التكنولوجيات. يعني التواصل اليوم في المجال السياسي والمواطنه ماشي هو اللي كان في التسعينات، لانه ما كانوش هاد الاليات اللي كاينين اليوم، فكاين هناك تغيرات، وخص لابد ان الفاعل السياسي والحكومه يعني خاصه انها تفتح هذه الابواب وهذه الاوراش مع الشباب. شكرا. لقاء جانا اليوم مع السي الوزير مهدي بن سعيد كان لقاء اللي فادنا بزاف حنا اوتون كيفوجيون، لو تيم ديالو كان هو الشباب والمواطنه، لا جونيس لا سيتوانيتي. قدنا نطرحوا له اسئله وقدر حتى واش حنا دو مانيير جينيرال اون ايدي جلوبال على تو سكي بارتي بوليتيك بور نو زونجاجي حنا اوتون كيفوجيون في السياسه. قديت نطرح له انا سؤال بيرسونيلمون ديال كيفاش روندر لا ريلاسيون بين لي بارتي بوليتيك و لي جون اون ريلاسيون ديال كومبليمونتاريتي و دو كونفيونس. الحمد لله عطانا جواب اللي فادنا كاملين واللي قنعنا بصفه عامه، اللي باش خلانا تكون عندنا اون فيزيون بلو كلير، ما تبقاش ديك لا باريير بيننا وبين لي بارتي بوليتيك ولا بيننا وبين لو مينيستير، ولات بلوس اون ترونسبارونس كي نوزا بوكو ايدي. ميرسي بوكو. كان لنا الشرف الحضور اليوم في ندوة تحت إطار شباب والمواطنة. مشكور سيد الوزير على تلبية الدعوة، كان له الفضل في تغطية جميع الأسئلة اللي طرحت من طرف الطلبة وطرف الشباب، جاوب على كل الأسئلة بكل صدق وموضوعية، ساهم في أنه وضح جميع الالتباسات اللي كانوا عندنا في جميع الأسئلة، سواء يعني كيفية الارتقاء بالمجتمع بإدراج الشباب فيه، سواء كيفية انخراط في العمل السياسي أو العمل الجمعوي كشباب. يعني الندوة كانت جد مفيدة لنا كشباب وكطلبة. اليوم في انستيتيو ايزماجي، انستيتيو سوبيريور ماناجمنت ادمنستراسيون اي دوجيني انفورماتيك، كانت عندنا الفرصه انه يكون عندنا لقاء مع السيد الوزير ديال الشباب والتواصل. في هذه الندوه تطرق السيد الوزير على الدور ديال الشباب في المجتمع، وحتى في بارابور للسياسه المواطنة. دونك هاد الندوة السيد الوزير قدر يجاوب على الأسئلة ديالنا، فين كتجلى الأهمية ديال الشباب في هاد الدولة، وكيفاش هما غيزيدوا في التنمية ديالها، وبلي راهما لبنة ديال المجتمع، وأنهم غيساهموا في التطور ديالو.